السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وشكرا لكم على الدعم ديال القناة ولو أنني مقصر، وبعض الإخوان والأخوات يشيرون على أنني يجب أن أهتم أكثر بالقناة ونميها، ولكن صراحة الوقت اللي باش تلقى الوقت وتشجرش فيه المسألة متعبة، ولكن إن شاء الله سأحاول باش ما تموتش هذه القناة، لأنها في الأول والأخير ماشي ديالي أنا، مجرد تندبرها ومن خلالها كنتواصل مع الإخوان. هي قناتكم وأنتم أهلها وأنتم أصحابها. إخوانا نناقش معكم واحد الموضوع، إخوان والأخوات، واحد الموضوع يثير نوع من الحساسية، وكاين الناس اللي ما انتبهوش ليه، ولكن أنا بالنسبة لي وأكيد غيكون بالنسبة لكم أنتم أيضا سيكون مهما جدا. الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء الذي جاء صاعقة على البعض وأربك حسابات الهوكيين لدرجة أنهم فقدوا التوازن ديالهم، وأكيد هذا بين من ردة الفعل ومن ذاك البيان الخايب أو ذاك البيان المهزوز الذي أصدرته الخارجية الجزائرية، والذي تأخر 3 أيام. وهذا التأخر يمكن أن نقرأه كمتخصصين في اتجاهين: ربما هول الصدمة خلى العسكر يأخذ وقت طويل، اللي هو 3 أيام يعني 72 ساعة، باش يستوعبوا أو ويمتصوا الضربة اللي كانت في الحقيقة كانت ضربة قوية، وعلى إثرها غادي يجي الرد. لهذا جاء الرد متأخرا، لأنهم إلا سمعتوا في الأيام اللي كانت سبقات الاعتراف أنهم هم وإعلامهم البئيس المريض المتخلف وزبانيتهم و البوصبة الأزرق المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي أصبح يروج لواحد الخطاب أن إسرائيل حشاته لكم، ما كاين لا اعتراف. ثم جاء الاعتراف وصدمهم وبعطل الأوراق ديالهم. قلت أن السبب ربما هو حالة الصدمة، وسبب آخر أيضا يقدمه المتخصصون هو أن البيان جاء بعد استشارة أسيادهم، وأكيد أنا أرجح الفرضية الثانية هو أن الخارجية الجزائرية من هول الصدمة أخذت وقت، ثم أنها أكيد أنهم استشروا مع أسيادهم في الإليزي، أكيد هذه ما فيهاش، لأن الأمر يتعلق بإسرائيل. ومن نهار بدأت هاد العلاقات بين المغرب وإسرائيل، والنظام البخروبي في الجزائر يعيش حالة من الإسهال المسترسل الذي لا ينقطع. هناك تبان بأن الدولة الهوكيين ليست على شيء. أقول وأعود إلى أن هذا التأخر كما قلت نتيجة، هذا رأيي أنا، أنهم استشروا مع أسيادهم لهذا خرجوا البيان، ليس بتلك الحدة، ولكن الأمر فيه في إسرائيل، وتتعرفوا علاقة إسرائيل بفرنسا أو بالغرب بشكل عام بالولايات المتحدة، لهذا كان لابد أن يستشيروا أسيادهم كما استشار رئيسهم المقبور بوخروبة الجنرال دوغول رئيس الجمهورية الفرنسية الخامسة في قضية الالتحاق أو دعم الصراع العربي الإسرائيلي في حرب في عدوان 67 الذي شنته إسرائيل على دول عربية: الأردن وسوريا وفلسطين ومصر. قلت على أن هاد الزخم وهاد الصدمة اللي خلقها الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء، ولو أنني أنا شخصيا وكثير من المغاربة يتحدثون عن الاعتراف أنه هو مزيان، والهزات الارتدادية اللي غتجي من بعده هي اللي غتكون أهم، لأن أظن أن الدبلوماسية المغربية لن تكتفي فقط بالاعتراف الإسرائيلي، أو سيكون هناك عمل على أشياء أخرى وهي الأهم، نظرا للامتداد وتغلغل اللوبي الإسرائيلي سواء سياسيا أو اقتصاديا أو تجاريا داخل أوروبا وأمريكا شمالها وجنوبها وحتى إفريقيا وحتى في آسيا.
امام هذا الزخم وهذا الانتصار خرجت بعض الاصوات التي انا شخصيا لم تعجبني، فيها واحد اللغه غير مقبوله تجاه واحد الجهه من الناس الذين نحبهم ويحبوننا. هناك خطاب فيه كثير من عدم الفهم، وفيه كثير من التسرع، وفيه من الفرح الزائد الغير مفهوم، لان في العلاقات الدوليه الناس تحتكم الى العقل والى المنطق والى المصالح. البعض، وانا لا الومهم لان هذاك هو عارفهم، هذيك هي معلوماتهم وهذا قدرهم من العلم. الناس اللي تحدثوا تيقول لك اين هما العربان، فين هما العرب، وزغرتوا اسرائيل اعترفات العرب. انا اقول لهم توقفوا، ستاند باي، فراني، طلع فرانامان، دير بامور، ارتاح وتصمت. علاش غتهاجم العرب؟ فين هما العرب؟ اعترفت اسرائيل وفين هما العرب؟ لا الشريف دوي، والكلام قياس، الكلام قياس، دوي وتكلم وزقي عن اي عرب تتحدث. لقيت بزاف ديال المنشورات الناس لا يفقهون عن اي عربي تتحدث، تقول يا اسرائيل اعترفت وفين هما العربان وفين هما العرب. لا الشريف، كلام قياس، دوي وزقي وعبر شبر وقرد وتصمت مزيان. اذا كنتي كتكلم على العرب اللي كنعرفهم انا، اللي هي دول مجلس التعاون الخارجي مجتمعين ومتفرقين، يعني كمنظومه سياسيه واقتصاديه او كدول، اضافه الى دوله الى المملكه الاردنيه الهاشميه، اللي هذوما اللي كنعرفهم هذوما الاصل ديال العرب بالنسبه لي انايا. هاد الناس كانوا دائما معنا قلبا وقالبا منذ 1975 للمسيرة الخضراء. الموقف الخليجي، أقول الموقف الخليجي، سواء المملكة العربية السعودية والإمارات بالدرجة الأولى، والكويت والكويت والبحرين وعمان وقطر، الناس دائما يعبرون عن مواقفهم بشكل صريح. قلت يعبرون عن موقفهم بشكل صريح وواضح، سواء في اللقاءات الثنائية أو على مستوى المنظمات الدولية أو على مستوى جامعة الدول العربية أو على مستوى البرلمان العربي، في كل المؤسسات الإقليمية والدولية نسمع الموقف العربي. أتحدث عن دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، موقفهم كان دائما ثابتا غير متحول، رغم الخلافات التي تكون مثلا بين المغرب او بعض الدول، مثلا بين المملكه العربيه، بين المغرب والمملكه العربيه السعوديه، او بين المملكه المغربيه والامارات او قطر، دائما كيكون نوع من الخلاف، ولكن الموقف بقي دائما ثابتا. لهذا الاخوان ادوي وزقي، عرفت كتقول اذا كنت تحدث على ناس اخرين. اما هاد الناس، احنا ماشي ولاد حرام، احنا شعب اصيل ودوله محترمه، ولا ننسى للناس فضلهم. المملكة العربية السعودية رحم الله الملك خالد، لأن بدأ الصراع في فترة الحكم ديالهم بعد استشهاد الملك فيصل رحمة الله عليه، الملك خالد، الملك فهد، والملك عبد الله. هاد الناس عاشوا القضية، قضية الصحراء المغربية، عاشوها وكانوا معنا دائما موقف الرجولي. ورحمة الله على الشيخ زايد الذي كان موقفه ثابتا، وكان من باب رد المعروف. الناس ما نساوش المملكة الإمارات العربية المتحدة والشيخ زايد رحمة الله عليه لم ينسى للمغربي موقفه أثناء تأسيس الإمارات العربية المتحدة. لهذا الإخوان دوي، وعرف اش كتقول، ما تجمعش العرب كلهم في سلة واحدة. لا يمكن للموقف الإسرائيلي أن ينسينا مواقف الرجال. إحنا شعب محترم، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كانوا معنا في الحرب، ليس في السلم فقط وفي الدبلوماسية، حتى في الحرب. والمواقف القوية ديال هذه الدول هي التي ألجمت الجزائر، التي كانت قوية في فترة معينة في السبعينات والثمانينات، الثمانينات وحتى التسعينات، داخل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. ورغم ذلك استطعنا أن نلجمها
بسبب مواقف هذه الدول، أقول هذه الدول حكومة وشعبا، حيث من الاستثناءات، ولكن هذه شعوب محترمة كانت معنا فوق الحزة شعوبا وحكومات. لهذا الإخوان كل سنة يهضر يعرف اش كيقول، نحن شعب أصيل، ماشي اعترفت إسرائيل وميريكان وإسبانيا واعترفت فرنسا ونسوا الناس فضلهم اللي كانوا معنا في الوقت اللي كان ما كان معنا حتى واحد. هذه ماشي خصايه ولاد الناس، وحنا ولاد الناس، وحنا شعب اصيل. لا ننسى الناس اللي الناس فضلهم مهما حصل. قال لك جديد ليه جده والقديم لا تفرط فيه. هذه ثقافتنا حنا المغاربه. تعترف اسرائيل الميريكان يعترفوا الهنود الحمر، لن نغير موقفنا من اشقائنا الذين كانوا معنا يوم كنا وحدنا. يوم كانت فرنسا وميريكان ما تعطيك السلاح الا ما حطيتي فلوس. كيفاش كيعطيونا السلاح حبا وكرامه؟ قرطاسه البال ديال 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 المسدس ما يعطيهاش الا ما خلصتيهاش. كانوا دوك الناس معانا، خضنا حرب ديال 16 سنه من 1976 ل 1991. اظن الاخوان الرساله وصلت. تحيه لاشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، ولاحبابنا واخوتنا واشقائنا في المملكة الأردنية الهاشمية، وتحية أيضا لكل أشقائنا الشعوب العربية. أتحدث عن الشعوب لأنني ألتمس لهم العذر. هناك شعوب لم تكن تعلم ماذا يقع لا في مصر ولا في تونس ولا في ليبيا ولا لهذا نحن نلتمس لهم العذر أنهم لم يكونوا يعلم، ولكن حكوماتهم لا عذر لهم وما كيسالونا والو، وليس لهم عندنا سابقة لا في مصر ولا في السودان ولا في تونس ولا في الأردن ولا في أظن صدام حسين رحمة الله عليه كان موقفه، لأن رجل هذا كان استثناء. أما الدول الأخرى ليس لهم مواقف معنا، أتحدث عن حكام. أما الشعوب فنحن نلتمس لهم العذر ونحن ولاد اليوم. أما كما عود قالك عود على بدء، أما دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية خيرهم على راسنا ولن ننسى لهم مواقفهم. اذا الاخوان كنتم كتكلموا ما تخليوش الاعترافات تجي تفرحكم وتنسيكم من انتم. نحن شعب اصيل لا ننسى للناس فضلهم، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. اظن رسالتي وصلت. سلام الله عليكم، والى لقاء في صحراء اخرى كما قال السيد الوزير المحترم سيد ناصر بوريطة. تحياتي.